لوحة فنية جمعت ما بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر، وهبت الحياة لشرفات هذا المنزل منذ عدة سنوات. يكرس بشار تاتار جل وقته وإمكانياته لهذه الأزهار والنباتات حتى باتت حديقة يانعة الخضرة طوال العام. من صغري وأنا بحب الورد، بحب شيء قديم مثل الفخار، يعني كل شيء هيك تراث قديم بحبه عندنا بالضيعة. بحب الورد، بحب الخابات هيك إذا قديمة، أي شيء بيعجبني أنا بحب أعمله. وهي الحمد لله كله ديكوري أنا، صح تعذبت بس الحمد لله لقيت نتيجة. في هاي اسمها الرحي، قديما كانوا يسموها الرحي، كانوا يطحنوا فيها البرغل، من المرحومة ستي هدتني إياها. وفي هذا الصمد كان يفلحه قديما، ضل ذكرى من المرحوم جدي الله يرحمه. صورة جمالية اعتمد فيها على سحر الأزهار والنباتات التي يختارها، ولا يستثنى من ذلك لمسات إبداع وذوق رفيع في اختيار مكان كل زهرة أو نبتة. أي شيء قديم بحب احتفظ فيه كثير أنا في البيت، وبحب هيك شغلة الشلالات، وأسا هلا بدي أعمل شغلات حلوة إن شاء الله بعد أيام هيك قريبا، وبدي يوسع ديكور البيت. وهي أي شيء بيعجبني بحب أنا نفذه بالبيت، انبسط لما بشوف أي شيء خضار وخصوصي الورد الجوري أو أي شيء هيك حلو، المهم يكون خضار. هي خطوة لن تكون الأولى مع الطموح للمزيد في زراعة النباتات والأزهار حتى لا يبقى أي فراغ دون استغلال، لتشكل لوحة فنية لم ترسم بيد فنان تقليدي باستخدام الريشة والألوان، بل ثمرة جهد متواصل منذ عدة سنوات.